النهاردة احنا على اليوتيوب والفيسبوك في توقيت واحد، ناخد كام رسالة من الشريف القط منور، الأستاذ عادل قدامي من على اليوتيوب، الأستاذ عمر شمس من على اليوتيوب، الحاج محمد النجار، أحمد المستكاوي صديقنا العزيز، سلطان الهزلي، عمر شمس، مهندس عمرو شمس من دمياط مدينة الثرو، يعني بس بجرب اشوف الدنيا اشتغلت ولا لا. استاذ وائل مرعي، النت وحش جدا والبث بيقطع، خلي بالك. طيب كده الدنيا بقت كويسه. احمد دبور، وحشتنا يا غالي، الاقصر بتمسي، يعني دودي بتقول لي النت بقى كويس. الاستاذ ميكي او مايكي حسين من امريكا، مساء الفل. محمد جمال، عبد الحميد، احمد محمد، محسن عفان، مساء الفل، هنا من على اليوتيوب. ويا ريت تكتبوا لنا تقولوا لنا اخبار البث ايه. حد بيقول لي كده البث تمام. طيب الحمد لله. اي دعبس، مساء الفل، بيقول لي منور. طيب على كم بس خدنا 10 دقائق احنا في التظبيط، لان في مشكله بس يا كابتن لؤي في الانترنت على مستوى مصر كلها النهارده. فالحمد لله كده احنا يوتيوب وفيسبوك تمام وزي الفل. نبدا موضوعاتنا مع بعض وهنقرا رسائل واحنا بنتكلم مع بعضينا في الموضوعات. عندي اول حاجه النهارده، وقفت قدام تصريحات السيد وزير الشباب والرياضه لليوم السابع. التصريحات دي قبل ما اقولها، او التصريح ده قبل ما اقوله، وعايزين نتناقش مع بعضينا، بس لايكات على قد ما نقدر لو سمحتوا، لايكات على قد ما نقدر لو تكرمتوا، لايكات على قد ما نقدر، فيسبوك ويوتيوب لايكات على طول عشان التفاعل يزيد لو سمحتوا، لايكات على الفيسبوك واليوتيوب لو تكرمتوا يعني، وسبسكرايب واشتراك في القناه على اليوتيوب للي مش مشترك، سواء يوتيوب او سواء على الفيس لو سمحتوا يا جماعه، على كان بس نزود التفاعل عشان ربما يكون هاكرز ولا حاجه. اول موضوع معايا النهارده، واحنا النهارده هنتكلم في كذا موضوع مهم جدا، تصريحات السيد وزير الشباب والرياضه، او تصريح وزير الشباب والرياضه للاخوه في اليوم السابع. طيب قبل ما اقول التصريح ده، عايز احمد ربنا سبحانه وتعالى ان التصريحات اللي بتطلع من المسؤولين الحمد لله رب العالمين بتثبت ان احنا ما بنقولش اي كلمة الا واحنا سابقين الاخرين، وتؤكد على الانفراد اللي انا قلته لما قلت ان وزير الشباب والرياضة تدخل وحاول يجبر عمرو الجنايني انه يحول فلوس الاتحاد الافريقي ال 230 الف دولار، ولا مش عارف الكام، اللي هم بتوع صعود الزمالك اللي دور الثمانية لنادي الزمالك، وعمرو الجنايني رفض رفض بات، وانفردنا بحاجتين، انفردنا بضغوط وزير الشباب والرياضة على عمرو الجنايني، وقلنا لغاية دلوقتي عمرو الجنايني صلب جدا، ركزوا معايا على اليوتيوب، ركزوا معايا على الفيس في اللي جاي، قلنا ان عمرو الجنايني صلب جدا، 280 الف دولار، بشكرك على التصليح، ورافض رفض بات، واكد ان خروج الفلوس من اتحاد الكوره تعني غسيل اموال. وقال للوزير انا لن اشارك في مهزله غسيل اموال من اي نوع. لن اشارك في هذه المهزله. دي نمره واحد. نمره اتنين، الزمالك في التوقيت اللي كان بيضغط فيه وزير الشباب والرياضه على عمرو الجنايني ارسل خطاب انفردنا بتفاصيله، ممضي من محمود خالد مدير الشؤون القانونيه لاتحاد الكوره، بيطالبوا بال 280 الف دولار. يبقى كده الاتفاق ما بين مرتضى منصور وما بين الوزير المحترم الدكتور اشرف صبحي، ليس بيني وبينه الا كل احترام وتقدير، انا بقول معلومات وبناقش سياسات. الراجل الوزير بالاتفاق مع مرتضى قال له اضغط لك على عمرو الجنايني يدي لك ال 280 الف دولار ويحول لك كل الفلوس اللي هتجيلك من الاتحاد الافريقي، لان طبعا انتوا عارفين ان مرتضى مفلس وما لقيش فلوس اليومين دول وبيشحت، وانا حذرت كل اللعيبه في مصر، اي حد مرتضى عايز يتعاقد معاه لازم ياخد سنه مقدم، والفرقه اللي جاي منها لازم تاخد فلوسها كاش، لان لا عنده فلوس في البنك ولا عنده فلوس في الخزنه ولا دوره بنكيه ولا دوره ماليه مستنديه. فاي حد عايز يتعامل مع مرتضى يعي انه بيتعامل مع واحد مفلس وبيشحت، قاعد يبيع في حيطان نادي الزمالك حاليا. والفلوس اللي جمعها من البنك الاهلي وبنك مصر في المحلات اللي عمل التعاقد ده رحاب ابو رجيله دلوقتي ولله الحمد طاروا. فغرامه شيكابالا بتاعت سبورتنج لشبونه ال 500 الف يورو،
وفي فلوس فيريرا 400,000 دولار هو والمساعدين بتاعه، ولسه جروس، ولسه خالد بوطيب، ولسه حمدي النجاز، ولسه مشكلة أجوجو والورثة بتوعه كله ده هيسمع. فأنت بتتعامل مع واحد مفلس مديون لطوب الأرض. ناهيك عن 3 شهور متأخرين للعيبة، مرتبات كانوا 4 اداهم شهر وقعد 3، مكافآت الصعود من دور المجموعات للثمانية اللعيبة ما قبضتهاش في دوري أبطال أفريقيا، ومن الثمانية للدور قبل النهائي ما قبضوهاش أيضا من دوري أبطال أفريقيا. فعشان بس تبقوا أنتوا فاهمين الحدوتة. فطبعا لجأ لوزير الشباب والرياضة. القصة أنا انفردت بيها وقلت إن هو أول طلب طلبه من وزير الشباب والرياضة قال له اديني قرض 80 مليون جنيه. قال له يا عم انت عايز تشني من على كرسي الوزاره، ما اقدرش ادي لك المبلغ ده. المهم انفردنا ان الوزير اداله 5 مليون جنيه، وطلبنا الوزير انه يكذب هذا الخبر اذا كان غير صحيح. الوزير ما اتكلمش وضرب غطس وعمل نفسه مش سامع، وتاكدت معلومه انه الحمد لله رب العالمين ان الوزير اداله مليون جنيه. الوزير اداله 5 مليون جنيه. دي لغايه هنا وقفنا. بعد كده قال له اضغط لي على عمرو الجنايني، جبت لكم من اول السطر اهو. وباختصار راح مكلم عمرو الجنايني، الفلوس اللي عندكم اللي جايه من الاتحاد الافريقي حولوها للزمالك. عمرو الجنايني رفض وضغط عليه الوزير بكل قوه على مدار الاسابيع اللي فاتت، وراح جواب من الزمالك اترد عليه بقى من عمرو الجنايني واتحاد الكوره: يا جماعة، يا نادي الزمالك، يا وزير الشباب والرياضة، في الخطاب ده ماضيه مدير الشؤون المالية في الزمالك بيقول أي فلوس تيجي من الاتحاد الإفريقي اخصموها مني، من فلوس الاتحاد الإفريقي اخصموها لغاية ما أسدد المديونية اللي عليا ال 18 19 مليون جنيه في اتحاد الكورة. اتحاد الكورة لم كل المديونية من الأندية ما عدا الزمالك، فبيخصم الفلوس اللي جاية من اتحاد الكورة، بيخصم الفلوس اللي بتيجي من الاتحاد الافريقي قطعا لديون اتحاد الكوره. فعمرو الجنايني وقف موقف مشرف لابد ان نشكره عليها. زي ما احنا بنقول السلبيات نقول الايجابيات. طبعا الموضوع ريحته فاحت وانفردنا بتفاصيله، والوزير في احراج. فالوزير حب يقول ايه؟ ينفض ايده ويقول لك اخد بوم، خلاص عمرو الجنايني خزاني وما قدرتش اعمل اي حاجه، فاخد بنط في الحدوته دي. فراح عشان العمليه تبقى ماشيه وكده، راح قايل التصريح ده او ضرب التصريح ده النهارده. شفت كل المقدمه اللي انا قلتها لك دي؟ كان لازم اقولها لك على كان حضرتك تعرف لماذا هذا التصريح ولماذا في هذا التوقيت. لماذا هذا التصريح ولماذا في هذا التوقيت؟ يعني الوزير بيتعملق فجأة كده؟ لا، هو التصريح ده علشان الوزير للأسف الشديد ما قدرش يسيطر على أمر الجنايني ولا يخليه يبعت الفلوس لمرتضى منصور. طيب ايه التصريح بقى اللي في اليوم السابع اللي احنا عايزين نقوله النهارده؟ بص يا باشا اسمع، اقول ادي التصريح اهو. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه: لا نتدخل في الامور الماليه بين الانديه واتحاد الكوره. الحمد لله. يعني بص، انا ما بجيب لكمش حاجة إلا من فم الأسد، هو مضغوط من كتر الكلام اللي أنا بقوله. فقال لك إيه؟ قال لك أخلص من الموضوع ده، خلاص عمرو الجنايني خزاني ومفيش فايدة، فأطلع أعمل بوم على كان ماشي إيه عبد الناصر زيدان يخف ويبطل يتكلم في الموضوع ده كل يوم. أهو قال لك إيه: أكد الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الأزمة بين الزمالك واتحاد الكرة والخاصة بمستحقات القلعة البيضاء لدى الاتحاد الإفريقي الكاف لا تخص وزارة الشباب والرياضة. يا راجل، طب أقسم بالله العلي العظيم، أنت قعدت تلح على عمرو الجنايني وتكلمه يبعت الفلوس لمرتضى منصور إلى أن ذل لسانك، ومش عايز اتكلم في حاجات قديمه جبتها لكم بالمستندات. ذنب العمال الغلابه والموظفين، ذنب العمال الغلابه والموظفين، ذنب العمال الغلابه والموظفين.
بص، وقال أشرف صبحي في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أي أمور مالية بين الأندية واتحاد الكرة لا دخل لوزارة الشباب والرياضة فيها، بل هو من اختصاص الشؤون القانونية في طرفي أي أزمة سواء في الجبلاية أو النادي دون تدخل من الوزارة. طبعا بعد ما عمرو الجنايني بعت له الجواب بتاع الاداره الماليه بتاع نادي الزمالك اللي ماضيه مدير الشؤون الماليه بموافقه مرتضى منصور، اي فلوس تجينا من الاتحاد الافريقي اخصمها قطعا لغايه ما نسدد ديوننا. ما هو مرتضى مديون لطوب الارض، وارجع واقول لك لايكات على قد ما تقدر على اليوتيوب لو سمحت، وعلى الفيسبوك لو تكرمت. لو تكرمتوا يا جماعه، لو تكرمتوا علشان بس التفاعل. فانت النهارده ارجع واقول لك الوزير، طب ما صرحتك للتصريح ده في حينه، طب ما انا طلبت منك 15 يوم انك تطلع تقول ماليش دعوه. اشمعنى النهارده لما عرف عمرو جنايني اخر حاجه امبارح قال له لو امشي من الاتحاد مش عدي مرتضى جنيه ولن اشارك في عمليه غسيل اموال. بدال الفلوس دخلت اتحاد الكوره، لو طلعت للزمالك تبقى غسيل اموال. انا ليا ديون اخصمها، ولا ماليش ديون مش هقدر اديها لمرتضى، احولها له على حساب بنكي كاني موصلاتي عشان اطلع بعيد عن عمليه غسيل الاموال. فانا بحيي عمرو الجنايني بقوه وعلى هذا الموقف المحترم. بص يا سيدي، قال لك ايه، انا ماليش علاقه، وان ده ما بين الادارات الماليه ما بين الاتحاد والانديه ولا ليا علاقه بحاجه. طيب راح الاتحاد اليوم السابع بيفكرك باللي انا قلته، وكان الاتحاد الافريقي قد ارسل الى نادي الزمالك مبلغ 275 الف دولار ولا 280 الف دولار عن طريق الاتحاد من مستحقاته عن المشاركه بدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، وتم ايداع المبلغ في خزينه الاتحاد اهو اللي انفرد اللي انا قلته من مديونيات الزمالك، وان هناك اتفاق بين الاتحاد نادي الزمالك بسداد المتأخرات من مستحقات الفريق الأبيض كلما جاء مبلغ من الاتحاد الإفريقي. أهو الناس اللي هجمتني، أنا ماليش علاقة بالزمالك، الزمالك ده تاج راسي، الزمالك ده هو وجماهيره جزمته فوق دماغي، وأحسن ناس الزملكاوية والكيان محدش يقدر يقول عليه بام. لكن أنا دايماً أقول لك اتكلم عن مرتضى منصور الفاشل، اتكلم عن مرتضى منصور اللي فلس مليار 350 او 400 مليون في اكتر من سنتين، اجمالي اللي ضاع 3 مليار ونص من 2014 لغايه دلوقتي، فيهم مليار في السنتين الاخيره. فلوس الزمالك ضاعت ل 50 سنه، يعني اللي جايين تتكلم وتقولوا مستقبل الزمالك فين؟ النهارده لو جبت اي حد يمسك نادي الزمالك بعد ما يمشي مرتضى منصور ان شاء الله ويغور بلا رجعه، وهذا الزمن الوسخ يغور في 60 داهيه، والله ما هيلاقوا يشتروا فانلات وتيشيرتات ولا شرابات للعيبه ولا جزم للعيبه. فالنهارده انت وزير ملاك يا اشرف بيه، انت وزير ملاك النهارده. هذا التصريح ارجو الا يكون فيه متجره، احنا بنطلب منك تحديد الموقف ده من شهر. النهارده انت بعد ما فقدت الامل حبيت تعمل بوم وجيت ترد، لكن للاسف انت رايح الحج والناس راجعه، رايح العمره والمسجد الحرام مقفول. فندعي ربنا يشيل الوباء ويهدي حضرتك وتنصر العمال الغلابه عشان ياخدوا مرتباتهم عشان تقدر ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك. اهو خد بقى الانفراد التاني ده تاكيد للانفراد انا اهو. وقال اتحاد الكوره في رده على الزمالك، ده اللي قلته لك من شهر، من شهر اهو، وكان اتحاد الكوره قد ارسل في رده على الزمالك انه مديون بمبالغ ماليه كبيره، وان المدير المالي اهو عبد الناصر اللي بيقول لك بيهد في النادي، انا ولا النادي عنده ولا اقدر اهد في النادي، النادي العظيم انا بموت عشان خاطر النادي يحيى. لكن اهو بص اهو، قد ارسل اتحاد الكوره يؤكد اهو، متنايز غير يقول انفراد عبد الناصر زيدان اهو، بص يؤكد ان الزمالك مديون بمبالغ ماليه كبيره، والمدير المالي للزمالك وافق على التنازل عن مستحقات النادي لدى الكاف لصالح الجبلايه لسداد مديونياته، ووقع على تعهد رسمي بهذا الامر، وذلك بعد ان تلقى اتحاد الكره خطابا رسميا من وزاره الشباب والرياضه تستفسر فيه عن ازمات مستحقات الزمالك لدى الاتحاد الافريقي لكره القدم. يعني خلي بالك ايه، الاتحاد الافريقي كمان راح بعت لمين؟ لعمرو الجنايني واللي انفردت بيه ده، وقالوا له هو الزمالك كذا كذا كذا، قال له مديون بكذا وكذا. يا جماعه لو سمحتوا، لان في هاكرز
حد بيقول لي في هاكرز اهو من الاداره عندي بعت لي على التليفون ده بيقول لي في هاكرز طالب الناس بضروره انها تعمل لايكات لايكات لو تكرمتوا يا جماعه، ومحدش يسيب اللايف اذا قطع ثانيه ولا ثانيتين ولا 10 ثواني ولا حاجه كده، تمام يا جماعه؟ فاوعى تفكر ان الوزير بياخد، لا ده بيغسل ايده ولكن بعد فوات الاوان. بقيله بقى يجاوب على حاجتين، بقيله جاوب لنا على حاجتين اتنين بقى. هو خلاص اول سؤال اديناه له من شهرين جاوب عليه دلوقتي اهو في اليوم السابع، يجاوب على حاجتين: الفلوس اللي اداها المرتضى ولم يعلن عنها وكان اخرها ال5 مليون جنيه، وقبليها 5.5 للجيم والصاله متعدده الاغراض والاوهام اللي حصلت دي، وازاي يدي فلوس من صندوق التمويل لنادي محترف سواء كان اهلي او زمالك او اسماعيلي من حقه يدعم هذه الانديه. ادهم بناء عليه يفسر لنا كده، يفسر لنا الحدوته دي. اما السؤال اللي كل يوم بنقوله: اين وزير الشباب من العمال والموظفين؟ يجاوب لنا على السؤالين دول: انت دعمت مرتضى بكم؟ وليه حضرتك مش عايز تاخد موقف في موضوع العمال والموظفين؟ في موضوع العمال والموظفين، يبقى انا شرحت لكم التصريح وبديت بيه. طيب موضوع العمال والموظفين عشان ده موضوعنا اليومي، وزي كل يوم بطالبكم لو سمحتوا كلنا زي امبارح كرمتوني الاف على الفيسبوك والاف على اليوتيوب عملوا في وقت واحد تعليقات: كلنا عمال الزمالك. عايزين نعمل ده كل يوم: كلنا عمال الزمالك. ارجوكم على اليوتيوب، ارجوكم على الفيسبوك: كلنا عمال الزمالك. تعليقات كلها ولايكات لعمال وموظفين الزمالك، هؤلاء الشرفاء في هذا الزمن البخس، هؤلاء المحترمين، هؤلاء الأفاضل، هؤلاء الأكارم اللي ذلهم مرتضى منصور ولكن ربنا ينصرهم ولو بعد حين. النهاردة 10 في الشهر وما فيش حد من العمال قبض. طيب طيب يا عم عبد الناصر، خوتنا بموضوع العمال والموظفين، مش هيقبضهم حتى لو قعدت تتكلم 100 سنة. نعمل اللي علينا. اقول لك على خبر امبارح، مش انا قلت لك الرئيس بينتصر للعمال واشرف صبحي مالوش علاقه بالعمال امبارح وجبت لك الفيديو؟ خد الخبر ده النهارده عشان تعرف ان احنا في دوله قويه، وربنا هيحاسب وزير الشباب والرياضه حساب عسير على اللي بيعمله مع الغلابه وعدم تدخله في انه ينتصر للعمال والغلابه الموظفين. مرتباتهم 3 شهور متاخرين يا معالي الوزير، النهارده 10 في الشهر، حرام عليك. نص شعبان عدى وداخلين على رمضان وزمن وباء وزمن حد كله، زمن اسود، زمن اسود. يعني 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 اقول ايه تاني يا معالي الوزير؟ اعدلوا الحال، حرام عليكم. النهارده عارف الدوله عملت ايه؟ سحب ترخيص فندقين في الغردقه علشان ما ادوش مرتبات شهر ابريل حتى الان للعمال والموظفين بتوع الفندقين. اقول لك الخبر تاني: الحكومه المصريه تقرر سحب ترخيص فندقين في الغردقه لعدم اعطائهم مرتبات للعمال والموظفين الخاصه بشهر مارس، والنهارده 10 ابريل اتاخروا 10 ايام، سحبوا منهم الرخصتين. والناس في الغردقه على كده تايهه ومرميه على باب المحافظ في البحر الاحمر على كان خاطر يكتبوا له تعهد انهم يقبضوا العمال خلال 48 ساعه على كان ما يسحبش الرخص. كلام واضح من الرئيس وتعليمات ورئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه. السؤال: اين وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي من هذه الاجراءات التي تنتصر للعمال الغلابه من موضوع عمال نادي الزمالك؟ أين أشرف صبحي من موضوع عمال نادي الزمالك؟ أهو كلنا عمال نادي الزمالك، اللايف كله على اليوتيوب أهو، آلاف على اليوتيوب، وكل الناس اللي معايا على الفيسبوك مش عارف عددهم كام. لو سمحتوا من أجل العمال الغلابة عشان الصوت يوصل، كلنا عمال نادي الزمالك. محمد عواد عندي فكرة للعمال: تكاتف القتال
واحمد سليمان ولؤي دعبس ويتحملوا موقف مهم، يعني يعملوا لجنه لمناصرتهم. على فكره في ناس كتيره بتعمل حاجات دون ان تظهر، الله اعلم. يعني هذا موضوع ما ينفعش، لان هيتفهم انهم بيحاربوا نادي الزمالك. فدي فكره يا محمد يعني هتضر العمال اكتر ما بتفيدهم، اصل هم ليهم فلوس عند الدوله، النادي تبع الدوله مش بتاع مرتضى منصور ولا عياله، ولا ملكيه خاصه. بداية جديدة، الله يخليك. الأستاذ وفاء السيد فين؟ طيب الدولة من عمال الزمالك، اسألي وزير الشباب والرياضة، أضعف وزير في تاريخ مصر الأستاذ عماد محمد، دي حقيقة. الأستاذ نصر بيقول يا وزير أين أنت، ده من على الفيسبوك. طيب على اليوتيوب الأستاذ فريد بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، محتاجين وزير رياضة قوي على كان العمال الغلابة. الأستاذ طاهر حسان الله يكرمك، أهو كلنا عمال. حسين رمضان، طاهر حسان، العمدة بيوسف على الفيس 550، الحمد لله زي الفل. كلنا عمال الزمالك، كلنا عمال الزمالك، كلنا عمال الزمالك. اهو يا جماعة كان الناس تعرف بس ان في حتى ظهير بيساند الناس الغلابة المحترمة، في ظهير محترم بيساند الناس الغلابة. وهنفضل كل يوم نفضح اللي بياخدوا الافات علشان خاطر ننصر الناس اللي بتاخد ملاليم. انا فتحت لكم طبعا ملف المحسوبيات، وتكلمنا في آلة حنفي، وتكلمنا في شريف حسين، وتكلمنا في سهير الشاعر، الناس اللي بتاخد ألفات في الزمالك، ودول أصحابه محسوبيين ورجالة مرتضى منصور، والعمال الغلابة مرميين بره النادي. النهاردة عندي ليكم مفاجأة حلوة قوي في ظل اللي احنا بنعمله. فاكرين قصة شكري بتاع الخردة اللي هو بتاع التنس؟ انا احكي لك قصة شكري بتاع التنس عشان تعرف عمال الزمالك الغلابة اللي بياخدوا 1200 و2000 جنيه واتخصم منهم 1000 جنيه. احكي لك واحد بتاع تنس عمل ايه في النادي، وعمل من ورا مرتضى منصور وبموافقة مرتضى منصور ملايين ازاي. علشان كده هو مرتضى منصور بيطلع يشتم كل يوم، لكن انا دايما بقول احنا في ايام مفترجة، لا يمكن ان نشتم حد او اهين حد، ولا يمكن ان انا اتجاوز في حق حد. خلاص خدت وعد معاكم من ليله النص من شعبان، ولكن بدل ما تشتم رد على الناس. النجف القديم، النجف اللي كان في المبنى القديم التاريخي بتاع نادي الزمالك اللي انت هديته، المبنى اللي كان بيقعد فيه الملك فاروق، النجف ده وديته فين يا مرتضى؟ لو بعته خرده قول لنا، خدته ببيتك قول لنا، اديته لحد قول لنا، بعتوه سوق سودا قول لنا. ده نجف تاريخي لابد ان يتواجد في متحف خاص بنادي الزمالك. النجف ده مين اللي خده؟ سؤال بريء اهو. فلوس شيكابالا اللي اداها لك يا مرتضى بتاعت سبورتنج لشبونه، ما ودتهاش ليه للنادي؟ ومين اللي خدها؟ وازاي الزمالك وصل انه يغرم 500 الف يورو والغرامه تتعدى 70 80 الف يورو غير الفوائد 70 80 زيهم؟ خالد بوطيب مين اللي وراه وعمولته مين خدها؟ احنا بنسألك أسئلة صريحة. حمد النقاز ليه فلوس مش راضي تدفع عليها وليه ولا ملهوش؟ الموظفين والعمال ما بتدهمش مرتباتهم ليه 3 شهور؟ اللعيبة ليهم ما يقرب من حوالي 125 مليون جنيه ديون عندك ما بين مستحقات مرتبات ومكافآت ونسب عقود. رد على الحاجات دي، اطلع قول يا جماعه عبد الناصر زيدان كذاب في كذا وادي المستندات، وعبد الناصر كذا وادي المستندات، وده كذا وادي المستندات، وده كذا وادي المستندات. وندي لك تعظيم سلام، احنا مش في معركه ولا هتجرنا ان احنا نتطاول او نتجاوز، مفيش بينا ما بينك معركه شخصيه. احنا زينا بنتكلم عنك زي ما بنتكلم عن غيرك، وبنتكلم عن الزمالك زي ما بنتكلم عن الاهلي، وبنتكلم عن الاهلي والزمالك زي الاسماعيلي والمصري والاتحاد. اي مشكله في اي نادي شعبي احنا بنتكلم فيها بشكل محترم، لكن ما فيش مشاكل في الكون غير عندك انت، وما فيش فضايح غير عندك انت، وما فيش كوارث غير عندك انت. انت ضيعت النادي وجرفته الخمسين سنه قدام، مليارات ضيعتها من 2014 لغايه دلوقتي. النهارده اسمعوا قصه شكري بهديها لكم في حلقه النهارده، حلقه 10 ابريل، بهدي لكم قصه شكري احد اباطره نادي الزمالك واحد رجاله مرتضى منصور. ملف اهو، ملف شكري مليان ومتخم بالتجاوزات والفساد. تفاصيل هذا الملف بتاع شكري بتاع التنس
اسمع بس عشان تعرف العمال ما بتقبضش ليه وفلوسها فين، والغلابة ليه مالهمش مكان في النادي وملهمش صوت في نادي الزمالك. ودايما وابدا وانت بتتكلم ارفع القبعة للكيان العظيم وجماهيره، الزمالك وجماهيره جزامهم فوق دماغنا. لا تتحدث وتقول الزمالك ما بيديش مرتبات العمال والموظفين، قول مرتضى منصور اساء للزمالك وما بيديش مرتبات العمال والموظفين. مرتضى منصور اساء للزمالك وفتح ابواب العمولات على مصراعيها. مرتضى منصور اضاع اموال نادي الزمالك. ما تحطش الزمالك في جمله مفيده مع مرتضى منصور، لان الزمالك حاجه ككيان وقيمه وجماهيره العظيمه، ومرتضى حاجه تانيه خالص. والتاريخ في يوم من الايام هيرمي هذه الحقبه في الزباله من 2014 وحتى الان. اسود حقبه تاريخيه في تاريخ النادي العظيم والكيان الملكي الزمالك وجماهيره. اسمع يا بيه قصه شكري اهو. بص تفاصيل الملف من اكثر من 20 سنه عندما تم تعيين شكري في النادي ده قبل مرتضى. بس اسمع بس، اتعين في النادي كعامل بيلم كور التنس. شكري ده كان عامل بيلم كور التنس وليس كمدرب تنس كما هو متعارف عليه في النادي مع الأجيال الجديدة الحالية. وبهبوط مرتضى منصور في 2014 كرئيس للنادي تغير حال شكري، بل تغير حال شكري مع مرتضى من 2004. وبدأ مرتضى في تنفيذ مخططه في بدء إن التاريخ يبدأ من لحظة دخوله نادي الزمالك، فيعمل لنفسه رجالة ومحسوبيات والكلام ده كله. وعمل اللي عمله في الوقت ده، وتم إقالته طبعا في عهد وزير الشباب والرياضة الدكتور البلتاجي والكلام اللي أنت عارفه ده، والليلة دي كلها. وكل ما يظهر مرتضى في النادي يظهر شكري بقوة. أهو بص، شكري اتعرف دلوقتي في النادي بانه مقاول الهدم، وتم هدم المبنى الاجتماعي التاريخي للنادي باوامر من مرتضى وبتنفيذ شكري. وما ادراك ما المبنى الاجتماعي التاريخي اللي كان في النجف التاريخي. وهنا لابد ان نتحدث عن كميه اطنان الحديد المستخرج من هذا المبنى وبيعه لصالح شكري وشخص اسمه رواد، وده كان حاجه مصغره من شريف حسين. ولابد أن نتحدث أيضا عن النجف اللي ما عارفينش مصيره، هو النجف التاريخي النادي الزمالك. أنا ما بتهمش حد، أنا بقول لك تاريخ، بقول لك تاريخ من النادي وبعض التحف والكؤوس التي كانت تزين دولاب البطولات في النادي، والتي كانت مهداة من رؤساء وملوك العالم لنادي الزمالك العظيم. كلها دي مش موجودة بقدرة قادر ومن شهود عيان ممن لهم علاقة بشكري. فجأة شكري من لا شيء ولا يمتلك شيء. بص يا عم اسمع، معاه تلات عربيات دلوقتي، تلات عربيات لوري عشان يهد براحته في النادي ده، هدوه كله وبوظوا معاه. ويقول لك عملت نادي عالمي وتاريخي، يقول لك عملت نادي عالمي ونادي تاريخي. تلات عربيات لوري وعمارة في أرض اللواء غير رصيد البنك او كذا بنك. وبيقول لك في الاخر ان هو راجل من رجاله مرتضى اللي هو عامل كتب ضد الفساد. وادي شكري عنوان من عنوان التجاوزات في نادي الزمالك. مرتضى بيحمي شكري بقوه، حتى اصبح شكري متغلغل زي سوري الشاعر والكلام ده كله. اسمع بقى، شوف عمك عائله شكري في نادي الزمالك بقى. شكري بقى العمال الغلابه اللي ملاقينش ياكلوا وملاقينش مرتباتهم يسمعوا. بص، معاه بنته اسمها رشا عينها في الاشتراكات، زوج بنته هيثم يعمل في المشتريات عينه في المشتريات، وهو بطل موقعه الحديد الاخيره والتي تم ايقاف اداره المشتريات على اثرها لاكثر من شهرين قبل ان يتم رجوعهم من جديد بعد ان تمت ادانتهم من الشؤون القانونيه، ولكن مرتضى رجعهم رغم ادانتهم في الشؤون القانونيه. خطيب بنته الصغيره ويدعى اسلام شكري برضي، برضي عينه في المشتريات. وهنا سر خطير، اشمعنى اداره المشتريات اللي بيعين فيها عياله؟ جاوب انت بقى. وليه شكري باستمرار موجود في إدارة المشتريات رغم إنه ملوش علاقة بيها، وعين عياله فيها؟ أي حد عايز يعينه يعينه في إدارة المشتريات.
بعد التمثيلية الهزلية في 2015 في نكتة كده بيقولوها في النادي بس في السر، أنا أقولها لك في العلن، يقول لك اضحك مع شكري ومرتضى منصور. طبعا التمثيلية في تمثيلية كده اللي هي مرتضى منصور في 2015 لما ادعى إن وايت نايتس الزمالك أو ألتراس الزمالك ضرب عليه نار، وذكر تحديدا 50 رصاصة وبشهادة شكري ده عند بوابة حمام السباحة وعند تسجيل أحد القنوات الفضائية مع مرتضى منصور وقتها في 2015 عشان يطمئنوا عليه. قال لهم حرفيا على شكري مدرب تنس محترم، يعني قال لهم شكري شاهد إن اتضرب عليا 50 طلقة من الأرتركا، كان يحبس العيال ما هو بيكرههم يعني، وجاب شكري شاهد وشهد شكري زور على جماهير الزمالك، وكان معايا وبيوصلني لحد باب العربية جابه بيستشهد بيه، وإن كان شايل لي الشنطة انضرب عليه أثناء الحادث 10 رصاصات. مرتضى كمان في التمثيلية دي قال إن شكري اتضرب عليه 10 رصاصات، وطبعا لسه عايش مرتضى اللي اتضرب عليه 50 رصاصة ولسه شكري عايش اللي اتضرب عليه 10 رصاصات، ما انت هتضحك يعني. وعمك الحاج شكري تحول في النادي الى امبراطور دلوقتي، هو وعياله عربيات احدث موديل، ملفه اهو خلي بالك، وملفه ده، وخلي بالك ملفه ده في الكسب غير المشروع، خلي بالك الملفات اللي انا بجيبها لك عن دول كلهم قضايا في الكسب غير المشروع وبيتحقق معاهم عشان يكون عندك علم، وبيتحقق معاهم. بس انا بس بقول لك ليه العمال الغلابه ما بيقبضوش. اديني سمعتك احمد ومحمد حنفي، حسين الاخ شريف حسين، الاخت سهير مش عارف مين، النهارده شكري، عارف ده كله بيقبض فوق ال20 25,000 جنيه في الشهر، وعايز تقول فين فلوس الغلابه ال1200 وال1300؟ فلوس الغلابه ال1200 وال1300 اهو، بص اهو، يمكن العمال بيتابعونا هم، وفي بعض الرسائل جايه منهم اهو، بعض الرسائل جايه من العمال اقراها لكم اهو. استاذ عبد الناصر والله العظيم ما قبضنا حتى الان، احنا لحد الان ما دخلناش النادي ومش عايزين يقبضنا، احنا يا جماعه والله العظيم، وقول للالاف اللي عندك بيشوفوك، احنا بنشحت والله عشان خاطر نروح النادي، وفي بعض مننا موقوف وما بيدخلش، وما قبضناش 3 شهور، والدولة ضد ده والريس ضد ده، ولكن الزمالك محدش قادر ينصفنا على مرتضى منصور ويقبضنا مرتباتنا. كلمنا بعض أعضاء النقابة ما عملولناش حاجة وعلشان خاطر يجاملوا مرتضى، رحنا الوزارة ما عملولناش حاجة عشان يجاملوا مرتضى. يا أستاذ عبد الناصر أرجوك، الوزير ليه مش راضي يتحرك؟ يا جماعة إحنا في زمن وباء وأيام مفترجة، مفيش حد في الدنيا يعمل كده في ناس بتطالب بأكل عيشها وعرق جبينها. يا كابتن احنا بنطالب الكابتن لؤي دعبس، واحنا سمعناه معاك امبارح انه يتدخل وينفذ اللي قاله انه هيرفع مذكرة لرئاسة الجمهورية. داخلين على رمضان ولا يوجد معانا مصاريف، عندنا عيال وولاد وبنات، يا ريت الوزير يعرف ان احنا جايين يوم الحد نقف قدام الوزارة وقفة محترمة لوجه الله، على كان بيقول معرفش نعرفه للمرة المليون، وبكل احترام وطبقا للقانون، وعايزين كمان صاحب الثقة من أعضاء النقابة اللي متآمرين علينا. أنا بقول أهو والعمال كلهم بيبلغوك، يوم الحد رايحين نقف أمام الوزارة، المفصولين ما قبضوش من 2 شهر وفي ناس ما قبضتش من 3، يوم الحد هنقف أمام الوزارة، وزارة الشباب والرياضة من الصبح، ومعانا يفرط عن نشد الرئيس، وليس أمامنا إلا الله ثم الرئيس. أدي ها لا يقول لك حد عبد الناصر بيقرأ بيألفه، بس الرجل والله ما أعرفه مين، رقم أهو بس مش عايز الرقم يظهر أهو، لحسن يوصلوا له ويأذوا. أها جات لي وأنا معاكم على الهوا. ودلوقتي في مشكلة، في استدعاء أول واستدعاء ثاني من قبل النقابة العامة للعمال بالدولة للجنة النقابية المتآمرة علينا مع مرتضى منصور في النادي، ومحدش فيهم راضي يروح. وفي 4 محاضر اتحركوا بالفعل، والنيابة بعتت لبتوع النقابة وبرضه مش عايزين يروحوا. أهو أدي أهو أدي الرسائل أهو أهو، رايحين نقف يوم الحد أمام الوزارة، ورزقنا ورزقكم على الله.
اهو يا جماعه كلكم قولوا كلنا عمال الزمالك، كلنا عمال الزمالك، انصروهم ربنا ينصركم ان شاء الله باذن الله. اهو اهو الراجل بشكره بيدينا خبر حصر اهو انفراد، عمال الزمالك هيقفوا وقفه، تعال محمد، عمال الزمالك هيقفوا وقفه مهمه جدا يوم الاحد، الاستاذ علاء حمام هيقف وقفة مهمة جدا يوم الحد علشان خاطر يوصلوا صوتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بعمل اللي عليا يا جماعة في الملف ده ومش متأخر، بفضح لكم الناس اللي بتاخد مرتبات فوق ال 20,000 جنيه في الزمالك، وبقف جنب الناس اللي 1,200 جنيه ومش عارفة تاخدها، وأرجع وأقول إياك أن تتهم الزمالك بالتقصير، مرتضى اللي خد حقوق عمال الزمالك والموظفين. كابتن لؤي دعبس هو بيقول لكم يا جماعه كلنا عمال الزمالك، وهينفذ وعده وهيرفع المذكره لرئاسه الجمهوريه. كان معانا امبارح الكابتن لؤي دعبس وقال بعد اللي شفناه من الريس من مناصرته للعمال، ليس لعمال الزمالك الا ربنا ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي. على فكره وده الوزير له منا كل الاحترام والتقدير، ولا يمكن ان احنا نسيء لوزير الشباب والرياضه، احنا الراجل بنحترمه وراجل خلوق وراجل محترم وراجل فوق دماغنا، ولكن احنا بنتكلم في مواقف وسياسات. يوم الحد عمال الزمالك يا معالي الوزير جايين قدام الوزاره، احسن استقبالهم لوجه الله واسمحهم، لا جايين يعملوا مشكله ولا جايين يتظاهروا، ولا هم ضد الدوله، هم مع الدوله ومع رئيسهم ومع بلدهم، بس جايين يقولوا عايزين عرق جبيننا، عايزين شقانا، عايزين ال3 شهور، قبضونا، اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. احنا بيكلمنا اسر ما بين ايتام وما بين ست بتصرف على عيال، على بنات بتجهزهم لفرح وعايزه تسترهم، وما بين ناس ما لاقياش فلوس مدارس ولا تجيب اكل وشرب، موضوع متعب جدا، وناس كتيره بتساعد في السر وفي العلانيه على قد ما تقدر، في السر وفي العلانيه على قد ما تقدر. اتصل باحمد موسى على الهوا عشان العمال مش هيتكلم في الموضوع، ولا برنامج هيتكلم في الموضوع، اسمع اللي بقول لك عليه، اعتبرني جربت، اعتبرني جربت، اعتبرني جربت، كله ربنا هيحاسبه يوم القيامه. فيش حد بيتكلم في موضوع عمال الزمالك غير احنا العبد لله وحضراتكم، كل الاعلام المصري نايم، بص غطس، ولا كانه شايف حاجه ولا واعي لاي حاجه. استاذ علاء حمام سلام عليكم. عليكم السلام يا نصر، تحياتي لحضرتك ولحضرات الساده المشاهدين. استاذ علاء دلوقتي جالنا خبر انفراد، عمال الزمالك قرروا انهم يتوجهوا لمبنى وزاره الشباب والرياضه يوم الحد لعمل وقفه محترمه قانونيه عشان بصوتهم يوصل للسيد رئيس الجمهوريه، وما قبضوش 3 شهور. نبدا معاك بتعليقك على هذا الخبر. ما قضوش 3 شهور، ده رئيس الزمالك طالع يقول لك انا هجيب احمد فتحي وسام عاشور، بس مستني كانتلون يقول وانا معايا فلوس وما عنديش ادنى. طيب ما انا بقول لك اهو. ماشي انا مصدقك، انا مصدقك انت، انا بس بقول لك رئيس الزمالك قال ايه يعني. طب الحل ايه في موضوع القبض بتاع العمال دول يا استاذ علاء؟ اول حاجه انا طبعا قلت ليه تصريح نادي الزمالك؟ عشان ابين للناس ان رئيس نادي الزمالك بيقول تصريحات واهيه غير حقيقيه، هو في ازمه ماليه، الدليل ان هو دايما بيصدر ازمات ومشاكل للدوله في الظروف اللي زي دي، لما ما يقبضش العمال والموظفين دي كارثه. القياده السياسيه كان كلامها واضح، ما اتكلمش كمان على اجهزه الدوله او على منشات الدوله او على القطاع العام او شركات الاعمال الخاصه بالدوله، ده قال كمان القطاع الخاص، قال القطاع الخاص يقبض الناس مرتباتها وما يخصموش منهم اي حاجه. انت عارف، انت عارف يا انت بيسطر ازمات للدوله المصريه، انت عارف يا علاء النهارده مواضع مرحله عند اتفضل مواضعه اللي كلامك، تم سحب رخصتين من فندقين كبار جدا في الغردقه علشان عد 10 ايام من الشهر وما قبضوش عمالهم مرتب شهر مارس. والله بص يا استاذ عبد الناصر، انا شايف ان رئيس نادي الزمالك
بيلعب لعبة خطرة، وإن هو دايما بيصدر مشهد الأزمات للدولة المصرية. تمام. وشايف إن الفترة الجاية دي هيبقى في موقف حاكم معاه، خاصة في مسألة الأمور المالية اللي خاصة بالموظفين والعمال. تمام. مسألة إن الموظفين والعمال ياخدوا قرار إن هم يروحوا يقفوا قدام وزارة الرياضة يوم الأحد، ده ناتج من اليأس. إن الناس جالها يأس، عدد كبير ما قبضش بقاله 3 شهور، حولهم تحقيق للتحقيق بتهم غير حقيقية وغير واقعية. هم عملوا وقت عشان خاطر يطالبوا بمرتباتهم، تمام، خرج واتهمهم ان هم كانوا عايزين يقطعوا محور وعايزين يعملوا شغب. وعايز اقول له لما انت قلت كده ما شفناش حد اتقبض عليه، يعني ما شفناش وزارة الداخلية او جهاز الامن الوطني خرج وقال لك انا قبضت على ناس عشان قطعوا طريق او هددوا السلم العام او عملوا اي شغب. الكلام اللي انت بتقوله ده مش حقيقي، بدليل ما فيش حد طبق عليه. يبقى انت بتقول كلام غير حقيقي، ما حصلش. الناس دي كل طلباتها ان هي طالبه تاخد مرتباتها. فانا شايف ان هم يفكروا ان هم يروحوا يوم الاحد وزاره الرياضه، ده من اليأس. هم كده وصلوا لمرحله اليأس. طيب يعني وانا شايف، اتفضل. طيب ماشي، اتفضل على خلص الملف ده. الو، ايوه سامعك، اتفضل. الو، ايوه سامعك سامعك يا سامعك يا علاء، اتفضل. سامعك. فبقول لحضرتك من وجهة نظري طبعا لازم يكون في موقف حاسم، يعني عشان نقول الملف ده، لان الملف ده وقت طويل، وزي ما قلت لحضرتك رئيس نادي الزمالك بيصدر ازمات ومشاكل للدولة المصرية في وقت الدولة مشغولة بحاجات كبيرة جدا وحاجات مهمة جدا اهم من تصرفاته. طيب نروح للملف الأول اللي معانا، في ملف الكورة. النهارده الكل بيتكلم عن كلام مرتضى منصور إنه جاهز لاستقدام أحمد فتحي وحسام عاشور في الزمالك، هل لديك تفاصيل في هذا الموضوع؟ أنا بس عايز أوضح حاجة عشان أنت امبارح وأنا معاك على الهوا. اتفضل. فاجئتني وقلت لي زوجة الكابتن محمود علاء، مدام مدام إيمان، الكابتن محمود علاء ما جددش ومش هيجدد الا لما يتقدر ماليا. مش انا اللي قلت، تحدي بعت في اللايف، لكن انا مش متاكد من المعلومه. الكلام ده اصلا مش حقيقي خالص، انت قلت لي تويته وانا كنت معاك على الهوا ما عرفتش اتاكد. الكلام ده غير حقيقي خالص، مش حقيقي. تمام. دي تويته مفبركه. تمام. مش موجوده اصلا. الله ينور. وهي وضحت الامر ده. ده فيك، حاجه فيك كده ناس عاملاها يعني. فالكلام مش موجود خالص. الله ينور عليك، اشكرك على الاضاءه. كان كده انا امبارح يا جماعه كنت حريص، للي معايا على اليوتيوب واللي معايا على الفيسبوك، قلت يا استاذ علاء حد كاتب لنا بيقول، فعايزين نتاكد لان انا ما عنديش معلومه. الاستاذ علاء اتاكد وجاب لكم المعلومه، ليس هناك اي شيء منسوب لزوجة علاء محمود علاء، وان ما كتب على لسان مدام ايمان زوجة محمود علاء لا اساس له من الصحه، وربما تطلع مش مدام ايمان اصلا ولا اسمها ايمان كمان. الله اعلم. ده هو الاسم سليم، بس طبعا الكلام غير حقيقي، يعني هي الست ما قالتش الكلام ده ولا تطرقت للموضوع ده لا من قريب ولا من بعيد. طيب بدل اتكلمت في الملف ده، ذكرنا تاني بموقف علاء محمود علاء حتى اللحظه قبل ما نروح للتصريحات مرتضى الخاصه باحمد فتحي وحسام عاشور. احنا برضو هنرجع تاني ونقول الكابتن محمود علاء وقع العقود، والعقود برضو عند رئيس نادي الزمالك، والراجل معاه نسخه من العقود اللي وقع عليها محمود علاء، ومحمود علاء لم يتقاضى مقدم تعاقد. تمام. حتى هذه اللحظه، والكلام ده كله من قبل ازمه كورونا. تمام. ومن قبل مساله حظر التجوال، وقبل الازمه والوباء اللي احنا فيه في الفتره الحاليه. تمام. الراجل راح ومضى على كل حاجه وكل شيء، وكان في تعهد انه هيحصل على مقدم تعاقده في خلال 48 ساعه، لكن ما تمش، وحتى الان ما كانش مقدم التعاقد، وخرج نادي الزمالك ساعتها قال لك هوثق العقد، لكن نادي الزمالك لم ينجح في توفير الاحوال الخاصه بتوثيق العقد. تمام. طبعا مش هيقدر يروح يوثق العقد الا لما يدي اللاعب مقدم التعاقد بتاعه. الله ينور عليك. محمود علاء ما مضاش عقد جديد، محمود علاء مجد تعاقده مع نادي الزمالك. تمام.
نروح لملف احمد فتحي وحسام عاشور في الزمالك. وقبل ما يتكلم علاء يا جماعه لو سمحتوا، كان خاطر الاستاذ علاء معاه انفرادات من العير الثقيل، لايكات على قد ما نقدر لو سمحتوا. كان التفاعل يعني مش عارف انتوا بوخ ولا ليه في اللايكات يا جماعه، اللايكات بتزود التفاعل يعني. إيه لو سمحتوا فيسبوك يوتيوب، احنا معاكم في بث مشترك على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، لايكات على قد ما نقدر عشان التفاعل يزيد لو تكرمتوا، لو تكرمتوا. واي حد بيشتم الله يسامحه، اي حد بيشتم الله يسامحه. يا ابني يا متخلف انت وهو ده اللي بيشتم. احنا هنا ما جبناش سيره الزمالك بمكروه، احنا بنحترم كيان نادي الزمالك. انت هول وما بتفهمش، مش ذنبنا انك انت عايز الزمالك يتهد على كان انت خاطر عايز تشتغل بقرنين لمرتضى منصور اللي دمر نادي الزمالك. احنا هنا اصحاب كلمه حق، كلامنا مش عاجبك هوينا وفي 60 داهيه، ما عندناك استعداد نرد اي سب ولا اي شتيمه. احنا في ايام مفترجه وما عندناك استعداد لا نشتم حد ولا نتجاوز في حق اي حد، ومسامحين اي حد يشتم. لكن احنا من اول اللايف لم نذكر اسم الزمالك الا بكل خير، وبنفصل ما بين مرتضى وما بين الزمالك. اللي مش عاجبه كلامنا يهوينا، ويا عم حقك علينا ان احنا عاملين لك ازعاج وعاملين لك ورم في القالولو انت ومرتضى منصور. وارجوك احنا في ايام مفترجه مش عايزين نشتم ولا نقل ادبنا. اتفضل يا استاذ علاء. يا استاذ عبد الله اسمع حضرتك. اتفضل يا علاء. احمد فتحي وحسام عاشور. رئيس نادي الزمالك اب تصريحات من وجهه نظري هو بيبيع الوهم. كده بيبيع الوهم في حق الشقايين. بيقول لك انا معايا فلوس احمد فتحي وحسام عاشور، لكن انا ما بخطبش اللعيبه زي الاهلي ما خطب محمود كهربا. وانا سايب القرار لكارتيلون، لو كارتيلون قال قد مع احمد فتحي وحسام عاشور انا هتعاقد. طبعا ده كلام بعيد خالص عن الواقع. ليه بقى؟ لانه قبل كده تعاقد مع عبد الله السعيد، وعبد الله السعيد كان موجود في النادي الاهلي. تمام. وكان يرتدي القميص الاحمر. تمام. ولما كان معاه فلوس راح قبض عبد الله السعيد 1,000,000 جنيه كاش. تمام. هو دلوقتي معهوش فلوس وبيقول كلام غير واقعي وبعيد خالص عن تصرفاته السابقه. تمام. كمان بيدافع عن حسام عاشور واحمد فتحي. وهو ماله؟ بيقول لك بيتبهدلوا ومش بيتبهدلوا. هو مال اللي جابوه؟ وبيطالب الاعلام ان هو يركز شويه مع الاهلي. طب ما تركز انت طب مع النادي بتاعك، انت مالك انت ومال الاهلي؟ ايه علاقتك؟ واللعيبه دي بتلعب عندك اصلا؟ يعني ما تركز في النادي بتاعك، ايه علاقتك انت؟ ياخد يجدد لهم فيهم، انت ايه علاقتك؟ انت يعني مش عايز الاعلام يركز مع الاهلي؟ طب ما تركز انت مع فريقك. ما اعرفش، هو تحس ان هو قاعد مع قاعد على خازوق احمر، ما تعرفش يا قاعد ورم، دي حاجه صعبه يعني. اتفضل. انا النهارده قريت تحليل منطقي لقناه الزمالك في العشر كده دي. عجبني جدا جدا جدا. ايه هو بقى؟ احد صفحات الزمالك كاتبين بيقول لك قناه الزمالك في اخر 10 ايام واخده نهجين. أول تحسين صورة رئيس النادي والتضخيم فيه. النهج الثاني الحديث عن النادي، عن النادي الأهلي. بقول لك البرامج كلها مفتوحة عن النادي الأهلي. فهم بيقول يعني لا لا والنبي والنبي عن النادي وعن فرق النادي على أمور بتخص النادي. والنبي والنبي لا ماشي بتاخدوا نص البرنامج، طب النص الثاني يبقى للنادي والنص الثاني يبقى للأهلي. والنبي لحظة بس، حاجة بصراحة غريبة. والنبي لحظة يا علاء، صفحات الزمالك اللي كاتبة كده؟ أقسم بالله العلي العظيم، ناس محترمة وبتفهم. شوفوا قال لك إيه؟ قال لك يا جماعة صفحات الزمالك، صفحات الزمالك اللي هم الزملكاوية المحترمين، الزملكاوية المحترمين الشرفاء هم مش عبد الناصر زيدان ولا علاء أمام. قال لك يا جماعة من الآخر دي قناة نص وقتها مدح في مرتضى منصور والنص الثاني سب في الأهلي، يعني فين الزمالك؟ طف القناة. لا أخبار عن الأهلي، النص الثاني أخبار عن الأهلي. يا طب فين الزمالك؟ أخبار عن الأهلي. طب فين الزمالك في القناة يعني؟ قالوا بس قالوا بقول لك طب هتمجدوا رئيس النادي النص الأولاني، طب خلي النص الثاني الأخبار للناس.
عن النادي. كلهم بيتكلموا عن احمد فتحي وحسام عاشور زي ما يكون احمد فتحي وحسام عاشور بيلعبوا في الزمالك. لا ده بيتكلموا، ده في واحد كمان كاتب عليه عجبني جدا، لا قول ان القناه كل برامجها نص رئيس نادي الزمالك والنص الثاني محمود الخطيب. بس الاول ماتش رئيس الزمالك والجزء الثاني هجوم على محمود الخطيب. بعيد عنك، بقول لك الخازوق احمر متعب قوي، ده حتى المراهم بتاعت الحرقان مالش نفع معاها. زي ما بقول لحضرتك طبعا، لا لا رئيس نادي الزمالك دي طبعا كلها تصريحات عن الواقع، معاه فلوس صحي ولا معاه فلوس عاشور، وقال لك انا مستني راي كارتلون، وطبعا هو لا هياخد راي كارتلون ولا هيتكلم معاه خالص الموضوع، لان هو ما يملكش الامور الماليه اللي يقدر يفي بيها يحصل على توقيع فتحي او حسام عاشور. تمام. حاجة تانية، في أزمة هتحصل كبيرة بين اتحاد الكورة وبين رئيس نادي الزمالك، هو على طول في أزمات مستمرة بينه وبين اللجنة الخماسية اللي بتدير اتحاد الكورة. طبعا عارف إن الكورة ناقش مسألة تخفيض اللعيبة الأجانب، تخفيض عدد اللعيبة الأجانب. تمام. عايز يخليهم بدل ما هم أربعة. والكلام ده من الموسم المقبل. فانا جات لي معلومات ان رئيس الزمالك رافض خالص انا دي، وعايز يحافظ على الاربع اجانب زي ما هم، كل فريق من فرق الدوري دول اربع اجانب. تمام. طبعا في فرق كتيره مرحبه قوي بتخفيض عدد الاجانب، منهم المقاولين العرب ونادي الطائع ونادي طنطا، انديه كتيره شايفه ان وجود اجانب كتير بعدد اربع لعيبه ده بيقلل فرص لعيبه الناشئين واللعيبه المصريين والمصريين الشباب في فرق الدوري. فطبعا رئيس الزمالك هيصطدم باتحاد الكوره الفتره الجايه لما اتحاد الكوره يعلن عن قراره الرسمي، هيصطدم بيهم طبعا ويتكلم في مساله انه رافض خالص مساله تخفيض عدد الاجانب. اللي بعده. عندنا تصريح مهم من رئيس نادي الزمالك، وانا برضو بعتبره من التصريحات الواهيه الخياليه. قال لك انا بدعم المهندس هاني ابو رضا، ماشي ده حقه. بس قال لك ايه بقى؟ انا دعيت 95 نادي من أندية الدوري والأندية المصرية في نادي السابق، وكل جماعة عمومية بتثق رأيي، وأقدر أقنع الجماعة العمومية إن هم يمنحوا صوتهم لهنا بريدة. ده كل اللي حضروا وأصواتهم مش اتشالت. إيه؟ كل اللي حضروا في النادي أصواتهم اتلغت. المهم هو بيقول أنا جبت 95 نادي، أنا على أعتقد لما رئيس نادي الزمالك دعا لعقد جمعية عمومية لاتحاد الكرة في نادي الزمالك، اللي راحوا ما راحتش أندية ولا نادي من أندية الدوري. بالظبط. ولا نادي راح من أندية الدوري. كل اللي راح طبعًا مع احترامنا طبعًا للناس اللي راحت، كلهم ناس محترمين وكلهم بنحترمهم أكثرهم، أندية الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة ومجموعة من مراكز الشباب. تمام. لكن ما راحش حد من أندية الدوري علشان يخرج ويقول أنا جبت أندية الدوري و95 نادي واقدر اقنع الجماعه العموميه بالاتحاد هنا بريده، فطبعا الكلام ده ما حصلش. زي ما قلنا ما فيش ولا نادي من الدوري حضر اجتماع لرئيس نادي الزمالك اللي دعاه في نادي الزمالك ساعه ما كان بيتكلم على الجماعه العموميه لاتحاد الكوره. تمام. حضرتك فاكر برضه الموضوع ده واحنا كنا اتكلمنا فيه. تمام. واللي حضروا كان ليهم واللي حضروا وقتها كان ليهم اصوات، وبعد تنقيه الاصوات اصواتهم اتلغت. بعد ايه؟ اللي حضروا كلهم دول مراكز الشباب اللي حضروا عند مرتضى، بعد تنقيه بعد تنقيه الجداول بتاعت الاصوات بقي حاليا ما لهمش اصوات اصلا. تمام. معلومه ليك يعني. تمام. انا بس بفكر الناس وبفكرك ان طبعا ده تصريح مبالغ فيه وبعيد عن الحقيقه، ما حصلش يعني. تمام. اللي بعده. احنا كنا اتكلمنا امبارح في موضوع محمود وادي لعيب نادي المصري، وقلنا ان في لاعبين عرضوا على نادي الزمالك، لعيب اتكلم في الموضوع ده بنفسه وقال ان في مفاوضات شفهيه مع وكيله، وقال نادي الزمالك نادي كبير لكن انا مرتبط بعقد مع نادي المصري ومفيش اي فاكسات رسميه او اي مفاوضات رسميه تمت بين الزمالك وبين المصري. تمام.
عندي الو ايوه سامعك يا علاء، سامعك انت، عندك مشكله في تليفونك، سامعك. معرفش الصوت كده ساعات يا عم، سامعك انت ايه يا عم، انت معاك تليفون زباله، عرفنا بقى، مش عايزين نتكلم. ماشي، عندنا وكيل لاعبين مرشح محمد النهيري، ظهير ايمن لنادي الاتحاد المغربي، ومحمد النهيري ده عقده ينتهي مع الوداد نهايه الموسم الحالي. تمام. فطبعا وكيل لاعبين عرف ان الزمالك بيدور على ظهير ايمن، ترشحه لمسؤول الزمالك. عندنا كارتلون قال ان معروف يوسف لعيب الزمالك المعار لنادي المقاولون العرب ممكن يرجع يلعب تاني للزمالك الموسم المقبل في حاله فشل النادي في تدعيم مركز خط الوسط المدافع. تمام. يعني كارتلون حاطط معروف يوسف بديل يستعين به في حاله عدم نجاح النادي في ضم لعيب في خط المدافع بمواصفات معينه. تمام. عندنا الزمالك خد قرار انه هيجدد اعاره احمد رزق للفريق، استعار لنادي الاتحاد السكندري، مش هيعتذر عنه ولا هيبيعه، هيقوم بتجديد اعارته سواء لنادي الاتحاد او لاحد انديه الدوري يطلب ضم اللاعب على سبيل الاعاره. تمام. عندنا مصطفى محمد مهاجم الفريق، كانت والدته تعبانه وربنا عافاها اللي هو بقت بخير، صلها صوره على موقع التواصل الاجتماعي وكتب الحمد لله على سلامتك يا اغلى حاجه في حياتي، وطبعا بنقول الحمد لله ان ربنا شفاها وعافاها. تمام. دي كانت مجموعه الاخبار اللي عندنا النهارده في نادي الزمالك. شكرا جزيلا يا استاذ علاء. شكرا جزيلا استاذ عبد الناصر. شكرا يا حبيبي، شكرا للاستاذ علاء حمام.